يا خلف تبي شيء من الدكان غير السكر والشاي والنسكافيه؟ لا لا اقول جيب سردين سمك ثلاث ارباع وجيب وجيب شو اسمه؟ جيب كلوين تشتش وجيب كلوين عدس وجيب بيض اي ما تبي بخباخ للصراصير؟ لا ما بلزوم البخباخ، انت احسن بخباخ تهرب منك الصراصير. تسلم يا خلف، يا ويلي مثقل دمك عند الصبح. يا ليت جابوا علينا قرماش وسافي يا للي. شلون شفتي الايام؟ منيحة؟ زينة، بس ان شاء الله تجيب نتيجة ويقتنعون بيها. ليش ما تجيب نتيجة؟ بتجيب نتيجة، شو على كيف القصة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. علومكم؟ ماشي الحال. اخوالكم؟ لا خلصنا بابا تحضر ولا كيف فهمنا؟ ابي سكر. شاي. قهوة. ثاف بواحد. سمشة. سردين. ضفدع. امزح. شوال تشتش وبيض. هلا قبل ما تتورط، قالت لي هذا الاعلان شيء. او ماي جاد، وهذا الهرج لينا؟ للكل حبيب قلبي، للكل، الدفع كاش وما في استثناءات. اي واللي ان شاء الله ما معه كاش. اللي ما معه كاش ما بيشتري. والله يا نوفل اقول وش السبب؟ السبب انه في ازمه اقتصاد عالميه، شو ما عم تسمع الاخبار بالتلفزيون؟ اي اسمع لكن بالانترنت. والحين ان ما اخذنا بدين انا وخلف تنحل ان شاء الله الازمه الاقتصاد العالمي ان شاء الله. لا تلعي لي قلبي، بدك تشتري ولا لا؟ ابي لكن والله يا روحي والله قلبي يخزني، قلبي يجعني، ما بكاش بالخزنة. لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف، حاجة تتبكبك قدامي، خلاص فرجينا عرض كتافك. ان شاء الله ان شاء الله. لك خلاص اترك البونبون مش على لسانك. لي واحدة أولى خلف واحدة. لك فهمت ولك خلاص عم اقول لك ولك اترك البونبون. خذي تفضل سلام. اي شوف كريم. قلت لك يا نوفل قلت لك ما يشترون غير بالدين. هذا اللي حاضر، حبلهم ما حبلهم ورجونا عرض كتافهم. ليه ما يرضى يبيع بالدين؟ إيه؟ يقولون بأزمة فلوس.